أخبار اليوم. وفي مين هتتعمل لليخوت وللسياحة؟ الله شكرا جزيلا. أي أمر؟ سنة حالات طيبين. شايف الأسد اللي معاك ده؟ إسرائيليين خط بارليف قد ايه؟ عملوه ازاي يعني؟ ده حبيبي في سنوات الاحتلال. التغيير مرشدين حاجات كتيره جدا دي لتشغيل قناه السويس بعد ان شاء الله تشغيلها باذن الله. فاحنا المكان اللي احنا شايفينه كده الناس كلها دي الشركه اللي اسمها طلعت قسطوم اللي اخده الموقع ده هي اللي شغاله فيه. لو حضراتكم احنا ماشيين برضو هتشوفوا كل الحفر ده شغال على اساس باذن الله تعالى نفتح الطريق ده لدخول الكرفان ان شاء الله. يا رب. سؤال بس، كان هل كان في اي مفرقعات او الغام اسرائيل زرعها لما جيتوا قعدتوا؟ حضرتك احنا معانا كتيبتين لسان القنابل مطهرين الموقع بالكامل،